رايان جيكس تحدي عنيف، وقد أحسن الحكم صنعا بأن عد إلى 3 قبل الصافرة. أما يونايتد فإنه لم يعد إلى 3 بل لعب الكرة بسرعة كبيرة، وهذا فورلان من جديد، هدف ممتاز من دييغو فورلان، هدف في غاية الأهمية لمانشستر يونايتد. لقد دخل المباراة بنية التهديف، وذلك ما نجح في القيام به، كان تركيزه منصبا على ذلك الهدف.